اليوم يوم 24 في أفريقيا كلها المنظمة الدولية للأمم المتحدة تعمل انطلاق رسمي لتطئين الأطفال والأمهات، وهذا هدف شات يعني وقعت في الأمم المتحدة على أساس الأطفال التشاديين والعيين يعني يجب عليهم أن يكسبوا التطئين، لأن بساعتهم في الأمراض كلها سنة تجي وتجي إذا كان التطئين ده كان حتى لو كان يجي خفيف. ونين الحمد لله في رعاية رئيس المرحلة الانتقالية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو أدانا إمكانيات، والآن عندنا كفاءة وإمكانيات على أساس الهدف الأساسي. لو كان هنا كله ارتبنا وقلنا العمل على ما يرد بإذن الله إن شاء الله أولادنا أبنائنا والنساء بصفة عامة إن شاء الله ننقذهم في المرحلة دي.